أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. موجة حار مستمرة حتى خلال يوم الغد، مصنفة من درجة الثانية على خريطة اليقظة، عن درجات حرارة تفوق المعدل الشهري تقريبا على جل المناطق الشمالية الساحلية وكذلك المرتفعات، حيث درجات الحرارة تحت الظل بإمكانها أن تصل 48 درجة على كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، شلف، عين دفلة، كذلك المدية، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلا، قسنطينة، قلمة، حتى على ولاية بجاية، جيجل، سكيكدا، النبا والطرف، حتى على العاصمة بليدة، بومرداس. إذا درجات الحر بإمكانها أن تصل لغاية 48 درجة تحت الظل. أما عن حالة السماء خلال يوم الغد، نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة مع ضباب على السواحل ليتلاشى فسحة لأجواء مشمسة، لكن خلال الأمسية سحب ركام إرعادية ستخص الهضاب والمرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس نفس الوضعية الجوية على أقصى الجنوب، مرتفعات الهوغار والتاسيلي مرفوقة ببعض الأمطار على شكل زخات ستخص الجنوب الغربي مع زوابع عملية ستنشط على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي كذلك أقصى الجنوب. خلال ليلة اليوم إن شاء الله درجة الحرارة الدنيا كذلك في ارتفاع تقريبا على جل المناطق الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية حتى المرتفعات الداخلية، 34 درجة على غليزان، 32 درجة على العاصمة، 31 درجة على تندوف، بسكرة، كذلك إن صلح 33 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد دائما موجة حار تجتاح تقريبا جل أرجاء الوطن على الشمال وحتى على الجنوب، إذا على المناطق الشمالية درجات الحر بإمكانها أن تصل إلى لغاية 48 درجة، ننتظر 46 درجة على الصحراء الوسطى كذلك أقصى الجنوب وحتى على منطقة الواحات. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ جميل على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، سباحة مسموحة، راية خضراء، بينما البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى هادئ محليا على السواحل الغربية، رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي. أمطار خلال يوم الغد ستتهاطل على كل من موريال كذلك نيويورك، واشنطن، ميامي، حتى على مكسيكو مع طقس حار على دالاس مع أجواء مشمسة 41 درجة، فانكوفر نفس الأجواء 25 درجة، كذلك كاليفورنيا 30 درجة. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:04. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة والسلام عليكم.